كل جسم مننا مختلف عن التاني في تفاعل الأحجار معاه، وده لأن كل بشرة وليها طبيعتها المختلفة عن التانية، وكل حجر له إحساس مختلف لما بتلمسيه. هديل، هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ لا. إحنا ليه لابسين جوانتي وإنتي لأ؟ وإيه المشكلة يعني يا دينا؟ بس إنتي عشان أنا يا دينا لازم ألمس الحجر بإيديا عشان أقدر أحسه. إنتي لسه قدامك شوية يا دينا على ما توصلي للي أنا بتكلم فيه ده. طب أقول لك على حاجة؟ إنتي عارفة إن أنا ممكن أعرف الحجر ده نوعه إيه ولونه إيه ومنين كمان من غير ما أشوفه لمجرد إني ألمسه؟ لا. إيه مش مصدقاني؟ لا طبعا. إيه الغباوة دي؟ طب هقول لك على حاجة، مش إنتي جايبة معاكي صندوق فيه أحجار؟ آه. أنا أعرف نوع الأحجار اللي جواه؟ لا طبعا. خلاص هاتيه وأنا هغمض عينيا بشرط إني هعرف كل حجر هتطلعيه في إيدي هو نوعه إيه. طب وبعدين؟ وبعدين لو غلطت في أي اسم السيشن ده فور فري ليكوا أنتوا الاتنين. فاين. ولو إحنا بقى اللي غلطنا؟ هتدفعوا الدبل. لا بتهرجي. بهرج. لا ولا حاجة. أوكي. مش للدرجة دي يا ستي، سيبيها تعمل اللي هي عايزاه. اوعي تكوني شايفة. هاتي ايدك وريني بقى. ده حجر ابيض من سيوة. ده حجر من سينا اسود. جبتيه منين الحجر ده يا قروبة؟ واخداه من عند جدتي. واضح، خلي بالك منه غالي قوي. طب استني. خلاص استنى. ده حجر من عندي، بلاش غش. لا ده انت فظيعه فظيعه. هاتي. اصل الحكايه هي حب، لو حبينا الحجر هنقدر نحس بيه ونفهمه. مش يلا يا جماعه نشتغل بقى، مش معقول رغي من الصبح. اوكي يلا. لازم تسندي ايدك على الترابيزه علشان ايدك ما تترعش. حاضر. السلام عليكم يا استاذه. وعليكم السلام يا راجل يا طيب. على فكره حاطه لك الكراتين بره، هتطلع بيه على مخزن الدرديري وتكلمني ضروري من هنا. حاضر. عامله ايه الحاجه دلوقتي؟ الحمد لله رب العالمين. بس امبارح الضغط عالي عليها قوي، وديناها للدكتور فحولنا على المستشفى، وادي احنا في انتظار الشفاء من عند ربنا ان شاء الله. ان شاء الله خير. انا حاب اطلبها اطمن عليها، بس انت خلي بالك منها. حاضر. واخبار زينب والقمر بتاعتنا ايه؟ قديم طلع عيني يا استاذه. يا راجل يا طيب، حد يبقى عنده بنت زي القمر زيها ويشتكي منها كده؟ قمر اللي ما يعرفش يا استاذه يقول ايه؟ عدس. ايوه عدس. عدس. عموما خلي بالك منها، دي زي القمر. قمر ايه يا استاذه؟ اهو دلعك فيها دوت هو اللي مضيعني، هو اللي بيخليها تتبغدد عليا. خلاص هبقى اشد لك ودانها على خفيف لما اشوفها. متشكر يا استاذه، ربنا يخليكي لينا. يلا بقى نروح نشوف شغلنا ونجيب الظرف والفلوس والنبي يا عم محمد. حاضر. ما بنوزعش على الناس بضاعه ببلاش يا عم محمد. حاضر يا ست الكل، انا اول ما اوصل هناك هتصل بحضرتك على طول. ماشي. اول ما توصل تكلمني. حاضر. وظرف الفلوس. حاضر. يلا مع السلامه. ربنا يخليكي لينا ولينا. سلام عليكم. الله يبارك فيك يا رب. الراجل ده يعرفني من وانا عندي سنتين، كان بيشتغل عند ابويا الله يرحمه، ومن ساعتها هو معايا على طول. عنده بنت فنانه تشكيليه هايله، هي اللي بتعمل لي التصميمات دي. حلو قوي. اسف. ازيك يا بيبي؟ انت فين؟ في الشغل. وانت؟ بص انا خلصت شغل في الورشه وهطلع اقعد مع محسن شويه في المكتب، وبعد كده هبقى اروح البيت. لما تخلصي انت بقى كلميني. اوكي اوكي يا حبيبي. باي باي.
ما كلمتنيش ليه قبل ما تيجي؟ انت وصلت للمرحلة القذرة دي؟ مرحلة ايه يا هدين؟ انت اتجننتي؟ اتجننت؟ يا مراهق يا قذر؟ في ايه يا هدين؟ ما تلم لساني، وانت كنت دخلتي قفشاني مع واحدة؟ اوعى تكون فاكر ان انا مش حاسة انك مش عايزني، واذا كنت ما بتخنيش يا استاذ لان ما جاتلكش الفرصة. انت كل يوم بتنزل من نظري. يوه انا زهقت من صوانة النكد اللي شغالة عمالة على بطال دي. يا شيخة بطالي نكد بقى، هتجيب لنا الفقر. انا برضو اللي هجيب الفقر ولا اعمالك الوسخة دي قرف زبالة؟ يا غوري بقى. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا روحي. قولي لي يا روحي 35 برضو؟ ايوه يا اختي 35 مرضو. تشوفي حد من العيال ولا لا؟ لا خالص، بس سمعت ان هديل اتجوزت. بجد؟ اه قابلت سيف من فتره في الشارع. ما اتغيرتيش يا جان. فعلا؟ اه. طب بقول لك ايه، ما تشوفي العيال فين ندور عليهم. عندك نمرهم؟ ما عنديش نمر حد خالص. انا بقالي فتره. انت مستنيه حد ولا ايه؟ لا. هدايتك اهي، ياكش يطمع. ميرسي حياتي. بصوا بقى، قبل ما نرخي حد يكلم هديل، انا ما عنديش نمرتها. هو انا كمان ولا انا عايش نمرتها؟ ما اعرفش عنها حاجه، حتى ما شفتهاش بالصدفه. يا خساره. مش ممكن تفتكروا هي؟ مستحيل. الجو جامد. مسخره. مش ممكن يعني. وانت يا يو قولي لي ايه اخبارك ومامتك عامله ايه؟ كويسه الحمد لله، قاعده مع اخويا في دبي. مش اتجوز؟ لا والله. بجد؟ قولي لي انت باباكي ومامتك واخوكي عاملين ايه؟ تمام كويسين نشكر ربنا الحمد لله. اخوكي اتجوز؟ اه يا بنتي، ده عنده ادم دلوقتي 4 سنين. اه ما شاء الله. متجوز حته دين واحده مطلعه عينه، وهي دي اللي علمته الادب. كان بتفكرينه. هي ساره راحت فين؟ ساره انا هنا اهو. ايه الدوشه دي؟ هو مين كان بيخبط؟ ده المحور. ما دخلتهوش ليه يحتفل معانا بدل هدي؟ يا سفله. اه والله عندها حق، على الاقل يا اختي دي الراجل وادي حتى بدل القعده الناشفه دي. ماليش ايه بلا قرف. القعده دي احلى قعده، انا مبسوطه جدا، ده احلى اجمال في حياتي. عشان تعرفي بس ان احنا فاكرين مش ناسيين. طب حد يقولي بقى،
كل واحده فيكم تقولي افتكرته ازاي. انا شخصيا مش فاكره اصلا افتكرت ازاي طول عمري. محدش فينا يتكلم، لازم ندور على هديل، ما ينفعش كلنا نبقى مجتمعين وهي لا. انا دي اتجوزت. ما اتجوزت يبقى لازم في كآبة. طبعا يا حبيبتي في كآبة، شكلي مش كئيب ولا ايه؟ طيب قبل ما نرغي تحبوا تشربوا ايه؟ اي حاجة اي حاجة دايسة في اي حاجة دي. لا بجد عندي شاي وعندي نسكافيه وعندي واين وعندي بيرة، مين فيكم بيشرب؟ انا بس ما ينفعش انا راجعة سايقة مش طالعة. لا 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 واين خفيف جدا. هوصلك يا بنتي هوصلك. طيب يلا اوكي. انا احب انقي. نقي يا حبيبتي يا رب تجيب لنا حاجة عدلة. انا ممكن ياسوء اخد بيره. والله اكبرني يا بنتي يا جيد، من امتى حبيبتي وانت بتشربي؟ فاكره يا واطيه مين اداني اول سيجاره في حياتي؟ انا. ما هو انت كنت مزوغه من حصه الكيمستري. لا 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 كانت حصه المات. يا نسيت نسيت. ما شاء الله على الذاكره انتوا الاثنين، ده انا جالي زهايمر يا عيال. لو سمحتي بطلي نق. ليه كده؟ بطلي نق انا عارفاك. واو سرسوره ايه البراد التحفه ده؟ مفاجاه صح؟ بجد. اطلبي واتمني. هتشربينا ايه؟ هندوق كده شوية حاجات. تعالي هاتي كاسات من عندك. اسكتي قبل ما اشرب. تلحقتي على الريحة ولا ايه؟ بصي يا ستي. ايه ده؟ ده براندي. عايزة ادوق. هتدوقي بس ما اعتقدش هينفعنا في القعدة دي. معلش عايزة ادوق. قولي لي ايه رأيك؟ جامد قوي. لا بجد حلو. اوكي ده ايه؟ فودكا طبعا. ما بحبهاش بس عايزه ادوق. دي هتبقى قويه قوي علينا. كفايه كفايه. تسكرك يا بيبي. هبه حد يشربها سادة كده سك. انا صح سك كده. هتسكري يا حبيبتي. ده وعين عارفه وعين. اوكي طب وايه رايك في ده بقى؟ عشان ايه ده اللي غالبا هنشربه. طبعا عايزه ادوق من غير كلام يعني. واو ده اللي هنشربه. حياتي انتي ما بتتغيريش ابدا. ايه بت الرجل الحلوه دي؟ طول عمرك قللت الادب. بصراحه رجلك طول عمرها عجباني. انتي اهلك ما عرفوش ربوكي على فكره. بموت في رجلي. والله رجلي ناسي وربوكي يا بنتي. يا بنت رجلك حلو. انا بمدح فيكي. ساره وهبه راحوا فين؟ راحوا اشتروا بيره ولا ايه؟ ساره يا سارة نادي بنفس الطريقة اللي كنت بتنادي بيها في الكلاس. فاكرة؟ يا هبة؟ يا هبة؟ يا هبة؟ يا هبة؟ هزق. سارة أنا بهزق حالي. هبة؟ سارة؟ يلا سارة؟ يلا هاتي الوعي. طبعا هبة؟ سارة؟ يلا بينا. سارة؟ هبة؟ 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 سارة؟ بس بقى بطلوا دوشة. سارة؟ احنا الصراحه بنستهبل قوي. اتاخرنا عليهم كده. ساره جايه. ساره ايه الدوشه دي؟ ايه 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 انتوا قعدتوا تفكروا سبتونا ولا ايه؟ ايه ده؟ هاتي يا بنتي هاتي. مفيش. عيب عليكي نسكر ايه بس. هي اصرت تدوق من كل الازايز اللي عندي. بصوا انا لو حصل لي حاجه هرجع معايا حد فيكم. ما تخافيش انا هسألك. ماشي يا جماعه خلاص بقى ما تقلقوش انا هوصلكم. ليه؟ هو انت ما بتشربيش؟ نو انا ماليش في الكحول. بجد برافو عليكي. مبسوطه مني يا انتي طول عمري يا لالا. وحظيني. لا 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 معلش انا مش مصدقاكي. ثانيه واحده يعني ولا حتى كاس واحد؟ امال هببتي ايه يوم فرحك؟ انت مش هتبطلي بقى قله الادب دي وتحترمي سنك؟ لا خلصة. لا من الواضح ان كلنا بنتميز باباحه شديده. يا جماعه انا بشرب حشيش. الله اكبر. نهارك اسود. انت بجد بتحششي؟ انا فاكراكي محترمه. بعدين جوزك يعرف حاجه عن الكارثه اللي بتعمليها دي؟ ما هو اللي علمني. بجد بجد. طب قولي لي هادين هادين قولي لي بعد كده ما بتتروقوا وجسمكم يسيب وعضلاتكم تسيب ما فيش تمارين رياضيه سد مد فوق بننكد على بعض يا ساتر. هو ده
حضرتك جديد على فكره. طب يا روحي بقى حس كده، انا محضره لك مفاجاه بنت لذينه. يا رب يطلع اللي في بالي يا رب. ايه اللي في بالك ده؟ ايه الواجب بقى ده؟ والنبي انت بالذات بلاشنا. انا اسكتي وبلاشنا، بطلي نق. استني بس يا بنت، بطلي نق مفاجاه يا بنت اللذينه. واو، جايبه الستاف ده منين؟ عيب عليكي بقى. البتاع ده كان ابويا بيشربه من زمان. فكرتيني بابوكي، عامل يخف. هو مش عيان اصلا، كويس زي ما هو بعد الشر عنه. الف ادي الف انا ولا تلف انت؟ لا انا حل. اوكي. لا من الواضح ان كلنا اتغيرنا، بس غالبا للأسوأ ولا ايه؟ حتى اول نص ساعه خمرة وحشيش وكلها ربع ساعه يدخل علينا البوكس في ظهره ويلمنا كلنا اداب. حلو قوي الكونسيلر اللي انت حاطاه، جايباه منين يا قروبة؟ ده فرنساوي انا اللي ببيعه في مصر. ايه ده يا هبه، انت لسه غابه ميك اب؟ تعالي انت بس الشركه وانا هظبطك. اوكي. اوعي يا بنت يكون مضروب وتحرق لنا وشنا. الله يرحم. تحرق لنا وشنا. ايام اللونه جوز الهند والروج بتاع امك البوبا اللي كان بيتسرق كل يوم. ما كانتش جوز الهند، ده فراوله عشان نحمر حاجه كده. ايوه. هي ما كانتش اصلا حلتها غيره عشان اسرق منها حاجه. كاسي. وخدي. معلش بقى. ما لقيتش بيره. لا وانا همك بقى، ما رضيتش احرجك انا في بيتك وكده. انت ما عندكيش ولاعه يا بنتي؟ لا للاسف ما عنديش. استني. ايه البوليس؟ لم الحشيش بسرعه. استني، ما حدش يشرب، لازم نقول تشيرز الاول. اه اوكي. وانا هروح فين انا بالبتاع ده؟ حطي الجوينت وقولي تشيرز عادي. ينفع عادي؟ يو اما مش باظ اللحظه. لا 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 خلاص، مهمه جدا. بص من 20 سنه عملنا نفس الوعد ده. ده وعد منيل من 20 سنة، خمرة وحشيش مش عارفين اللي هيحصل. يا رب اخلص من التشيز اللي علق دراعي. تشيز. أنا بجد مبسوطة قوي يا جماعة. كل سنة وأنتي طيبة يا سو. وأنتي طيبة يا روحي. البتاع ده طعمه حلو قوي. شفتي؟ والبتاع ده طعمه أحلى. شفتي؟ طب يلا بقى، كل واحده فيكم تفتكر عملت ايه من ساعه ما سيبنا بعض لغايه دلوقتي؟ احسن حاجه قلتيها النهارده. استني. قبل ما نعمل كده بقى نشغل شويه مزيكا. يا سلام. الله. ساره طول عمرها صاحبه مزاج. مش زيك بطاطس يا كفتس. صدقي بقالي كتير قوي ما سمعتش كفتس دي. تاخدي نفس؟ لا. مين الامور اللي بيغني ده؟ يا حماره، ده راجل عراقي اسمه الهام المدفعي. اسمعي وتنزلي. بقالي سنتين بسمعه ومش قادره افهمه ولا حد. واخر الاغنيه بصدع، هقوم قافلاها اخف. عشان ما بتفهميش. صدقيني ما تسمعيوش. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ محدش شاف الموبايل بتاعي؟ لا انت ما طلعتيش بيه هنا على فكره. ايه القلق ده؟ كان معاكي وانتي معايا في العربيه. اه تلاقي البوي فريند بتاعها بيتكلمها وما بتردش عليه كبانه. اه. يا جماعه هبه لسه فايقه تمام. عيب عليكي، بس المصيبه سكرانه ومش قادره اقوم اجيبه. طب هاتي المفتاح اللي عايزه اجيبه. اتفضلي. خلاص بقى كبري. هو لازم حاجه مهمه قوي يعني الموبايل؟ اه مهمه. بصي ده اوبن وده كلوز. وده كلوز وده اوبن. فايقه ايه؟ طيب انا جايه معاكي. خليكي يا لا 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 خلاص روحي معاكي. طب يلا يلا. اوعى حد يحكي حاجه لغايه ما نيجي. ايوه. رايحه فين انت يا هبله انت؟ راجعه راجعه. ما تتاخريش. بسرعه. ايه ده احنا هنا؟ ايوه هنا. انا بعيده قوي. محدش يزقني، محدش يزقني. تعالي جنبي، تعالي جنبي، تعالي. انا مهلك بقى، مفيش مشكلة. انا قابلة للكسر. ايه ده؟ ده احنا رقصت رقص. نعم. انت فين؟ طيبين قوي. عند سارة صاحبتي. سارة مين؟ سارة بتاعت زمان؟ لا لا اه. وايه اللي فكركم ببعض يعني دلوقتي؟ فراغ. هترجعي امتى؟ بوبا يا بوبا يا مجازمه بوبا. انت مالك؟ بنت بتاعت الميك. احنا بنتكلم من اول المكالمه كويس، ما تخلينيش اقفش عليكي. اقفش. اخلصي. هترجعي امتى؟ لما اخلص.
بصي انا قدامي ساعه وهرجع البيت، نفسي ارجع ما الاقيش. هتشوفي هديل هعمل فيك ايه. باي سيف. هديل بقولك. نعم. خلي بالك من نفسك، تحبي يا اختك. ثانك يو. ارتاح. باي. كلمي مين يا موزة الموزز؟ انتي مالك يا جزمة الجزم؟ سيف. ايه ده، هو فين صحيح؟ انا ما شفتوش قبل كده. الله يخرب بيتك، انتي مالك يا سيف؟ مع اصحابه اتخانقنا قبل ما ننزل. الخناق والنكد ده، اتخانقتوا ليه؟ قفشته بيتفرج على فيلم بول. وماله؟ الراجل بيعمل تريننج عشان يجدد. بيها ايه يعني؟ اصل هي كنت بتقعدي تتفرجي معاه طبعا يعني. لا، هدير طول عمرها ما بتحبش الكلام ده. لو سمحتوا يا جماعه، انا ما بحبش اتكلم في الموضوع. خلاص ما تزعلي. انا فاهماكي. خلاص. الدولة، هو انتوا لما اتجوزتوا كنتوا كل يوم تعملوا اسئله اولى ابتدائي؟ اي بنت مخطوبه بتتخيل ان بعد الجواز هتبقى الحياه ورده كل يوم مش هقلبظات بقى ودلع وكده؟ لكن لا، اقدر اقول لكم بعد سنتين جواز احنا ممكن نعمل كده مثلا مرتين في الشهر. بس انا كنت فاكره ان الحياه هتبقى احسن من كده. قبل الجواز كانت احلى. ايه علاقه علاقه؟ هو كان في علاقه قبل الجواز اصلا؟ ما انا ما كنتش فاشله. يا نهار ابيض، ومين عامل فيك كده يا ديل؟ ايه يا عبيطه انت كمان؟ سيف طبعا، امال هيتجوزني ليه؟ برضك الحمد لله انه اتجوزك. ليه ان شاء الله؟ هو كان ممكن ما يتجوزنيش. عارفين يا بنات، وانا صغيره ماما كانت مفهماني ان الكلام ده قله ادب. اه بجد، كانت مفهماني كمان ان الولد والبنت لو باسوا بعض يجيبوا عيال. تخيلوا، انا فضلت كده فاهمه الموضوع ده لحد الجامعه. الجامعه كل الامهات بتقول نفس الكلام ده، لدرجه ان انا خلاص هخلف من بقي. انا امي كانت تقولي لو حد مسك ايدك هتخلفي. ده احنا اكثر تطور وتمدن. طب وانت يا جان؟ ايه بتعملي ايه مع الخطيب؟ مين يعني؟ عماد. بصي، على ما اعتقد يعني تذكر كده تقريبا بسني، او على ما تتذكر يعني كانت فرنش ولا بس فورتك يعني؟ لا طبعا انا ما بسيبوش يعيش اللحظه كده يعني، ما بسيبوش يتطور معايا قوي كده. ايه ده تليفوني فين؟ بيرن ده صح؟ تليفوني الفضول ده. ايه؟ لا اي علاء. وصلك رقم بيته؟ اه وصلني الرقم. قفل السكه في وشك طبعا. لا قفل السكه. انت بتقول ايه يا ابني؟ انا اصلا ما كلمتوش. يا ايه، الراجل ده مجنون. ما علينا، المهم هاتي ورقه وقلم علشان اديكي العنوان. حاضر. ايه بقى ورقه وقلم دي؟ ايه الطلب الغريب ده؟ في ورقه وقلم في البيت ده ولا ايه؟ مفيش حد. طب بقولك ايه يا عماد، ما تبعتلي العنوان دوت SMS، ويعني لو في تفاصيل بقى، بيصحى الساعة كام، بيروح فين، يعني ابعتها لي كلها ممكن؟ اوكي ميرسي. باي يا علاء. يعني ايه؟ هو ايه اللي يعني ايه هدي؟ انت نسيتي الانجليزي؟ ماسترز. رحت انجلترا، درست شهادة ماسترز في سلوك الانساني، وخدت كذا دبلومه كمان في عقليه الطفل. يعني انت دكتوره؟ لا انا طبعا مش دكتوره. ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه. ولا انا. اوكي، يعني البيبي من يوم ما يتولد لحد ما يبقى في سن المراهقه، انا دارسه ازاي اعالجه، بحلله مشاكله سواء في السلوك او في الحياه. ف
فعلا يعني انت فاتحه عياده؟ لا يا حبيبي انا مش فاتحه عياده يا حبيبتي، انا عندي بيج على الفيسبوك والموضوع كده بيمشي بالعلاقات. انت بتعملي تشات معايا اهو. تشات مع العيال الصغيره بقى؟ تشات ازاي يعني؟ لا يا زفت انت وهي. انا بروح لهم بيتهم بعالجهم، بعمل السيشنز بتاعتهم في البيئه بتاعتهم، كل واحد على حسب مشكلته. تروحي لهم بيتهم؟ بس شغلانه غريبه جدا. هي غريبه بس ممتعه. احلى حاجه فيها لما تشوفي سلوك الطفل بيتغير قدامك، تفرحي قوي. عمرك حبيت يا ساره؟ لا بس صاحبت كتير. نعم ما اقدرش اعيش من غير ساره. بنقضي وقت لطيف، بنشرب مع بعض، بنتفرج على فيلم، نقل ادبنا شويه، مفيش مانع. بس ما حبيتش، لسه ما لقيتش راجل اصدق. انا عايزه ارجع القرف ده. استنوا شويه، استنوا شويه. الو انت فين؟ موجود؟ ما روحتيش الكنيسه ليه؟ انا عند ساره صاحبتي. هتخلصي امتى؟ انت مالك؟ انا اشتريت الشبكه. خدت الاذن الاول؟ جان مش كفايه بقى؟ ماشي يا عم. هتخلصي امتى مع اصحابك؟ شويه. تسال ليه؟ الساعه 12 لازم نكون مع بعض. بص يا عماد، بحبك ومش هقدر ما اكونش معاكي. طيب خلاص، فوت عليا عند ساره صاحبتي، بس تعالى من غير عربيه، انا مش عايزه اسوق. العنوان فين؟ هبعتهولك في مسج. اوكي يلا باي. باي. ده خطيبك؟ ايوه. بتكلمي ميري كده ليه؟ عادي يعني. هو انت ليه صحيح ما حكيتيش حاجه عنه خالص؟ هو مين؟ اللي هو انت؟ عماد. هو عماد. بص يا ستي، عماد محاسب في بنك. وايه كمان؟ هو اجمل حاجه فيه انه بيحبني. وانتي ايه يعني؟ ايه؟ بص يا دو، مش مهم قوي تاخدي واحد انتي بتحبيه، المهم هو يكون بيحبك قوي. ايه الفلسفه الزباله دي جد؟ انا وجهه نظري كده، المهم ان انا مرتاحه، هو مبسوط جدا، بيعمل لي كل اللي انا عايزاه. ما تغيرتيش يا جان. ما انا عارفه. انا عندي هموت. في ايه؟ الصف ده جايباه من هولندا يا دي. اكيد. لا والله. سيف لو كان هنا كان هيتبسط قوي، بس هو طول عمره فقري ونكدي. اخي طفي السما. يلا بقى. لا ايه؟ استنى، كل واحد لازم يتمنى امنيه قبل ما نطفي الشمع. وبعدين بقى ايه العطله دي؟ انا عارفه. يلا غمضوا هناكل قوي. لا 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 هرجع. لا خلاص هنقول. استنى استنوا بس ما ولعتش الاول. اولع اولع. طيب اولع وبعدين نتمنى زي ما احنا عايزين. يلا ها. انت لازم تتمني وانت واقفه. نغمض. غمضي. بمناسبة عيد ميلاد مين؟ سارة. 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 انا سارة. يا رب يا رب يا رب يا رب. ايه ايه ايه؟ يا لهوي. عادي بس، عادي عادي بقى سارة. لا بجد سارة، ربنا يكون معاكي ويرشدك للصح ونفضل على طول صحاب. ايه يا اختي انت؟ ايه فاكره نفسك في الكنيسه هنا؟ احترمي نفسك يا زباله. احترمي مين يا عم؟ قللت الادب قوي. اللي بطيها دي. يلا تاخدي نفس. لا حياتي ما بتقولش لا. احنا ما لحقناش نغني ولا نعمل اي حاجه.
منين يا بابا اللي انت بتعمليه ده؟ ايه الفستان؟ الفستان ايه جوه؟ جوه يمين في الحمام. لا ده شمال، ده شمال. جوه يمين. ايه القرف ده؟ ايه ده؟ يا بنت اللذينة مشيت هبة من زمان. انا راكنة عربيتي انا. تاني البت دي انت راكنة فين؟ انا ايه راكنة فين؟ اه صحيح استنى، بنت سارة فين؟ انا اهو شرف. انا راكنة هناك. لا ده بعيد. الله انتوا تقولوا اي كلام على فكرة. يعني احنا عمرنا قلنا كلام مهم. بقول لك ايه، الله يخرب بيتك انت بجد قعدتي تقولي لنا وين خفيف. طب هو خفيف على فكره، اخف حاجه عندي. انت طفصه جدا، تولتي امنا. انت كويسه؟ انا تمام. هي كويسه. انت كمان؟ ما وعدكيش بصراحه. ما انت يلا بقى، ولا انتوا ليلتكوا ايه بالظبط؟ هنعمل ايه؟ صح يلا يلا. خدي هاتي فرقتي. يلا يلا. اي كنت مراهنة نفسي انك مش هتيجي. احنا متعودين نسهر مع بعض كل سنة في الجلري، مش ممكن كنت اسيبك. أنا آسف يا هدية، حقك عليا، متزعليش. أنا مخنوقة. أنا كمان مخنوق. أنت كمان مخنوق؟ تيجي ندور لنا على حد يفك خناقتنا؟ هنلاقي؟ لا. وحشتني. أنت وحشتيني أكتر. صباح الخير. صباح النور. انت يومك عامل ازاي النهارده يا هانم؟ مفيش، عندي مشوار وبعد كده هطلع على الجاليري. مشوار ايه ده؟ الدكتور. مشوار ايه؟ الدكتور. تاني يا هديل؟ تاني؟ هو تضيع وقت وخلاص؟ هتروحي تعملي ايه؟ ما التحاليل دي عملناها 100 مرة وبنسمع نفس الكلام نفس الكلام. انتوا الاتنين كويسين بس ربنا مش عايز يديكوا عيال دلوقتي. ربنا مش عايز. هقول لك ايه بس؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت عايزني اعمل ايه؟ انا مش عايز حاجة. انت حرة تروحي ما تروحيش مع نفسك. وبعدين انت عايزة ربنا يدينا عيال ازاي واحنا عايشين زي الاخوات مع بعض في البيت؟ بالمراسلة؟ لا، بالشاتنج على النت. اه ده احنا هنفوق على بعض على الصبح. بقول لك ايه، انا غير في داهيه. مع الف سلامه. مالك قرفانه؟ ايه هديل هانم قرفانه؟ لا، احنا كده لازم نهدى ونقعد ونشرب سيجارتين. مش قادرة اتكلم. ما تتكلميش؟ مين قالك اني عايزاكي تتكلمي؟ تلاقيكي نفسك في الستاف بتاع امبارح، مش عايزة تقولي. ها روقي. العيال سألوا عليكي على فكرة. هبة كلمتني وآية كمان. هم عاملين ايه؟ كويسين. عندهم مشاكل. مالكوا يا عيال؟ انتوا بقيتوا عاملين كده ليه؟ ما كنتوش كده. فاكرة أول يوم جاتلك فيه البيريد؟ نعم. في كده، في كده. أمك قالتلك ايه؟
قالت لي ما تخافيش انت كده كبرتي. وانا كنت دايما بشوف الباد عندها جنب الميك اب، فالموضوع ارتبط بالنسبه لي هكبر واستخدم الحاجات دي. اسالي لي. اصل في بنت معالجه عندها عقده من الدم، جات لها البيريد، تخيلي بقى. قولي لها ما تخافيش، قولي لها ان الموضوع ده بيحصل لما بتكبر وطبيعي انه يحصل، عشان لما تكبر تقدر تجيب بيبي. حلو الحجر اللي في ايدك ده. المفروض انه بيجيب الحظ، بس الظاهر انه مفعوله باظ. ايه الهبل ده يعني؟ الحظ جواك يا بنتي، بس كل حاجه في وقتها. زهقت من كل الكلام ده، مش قادره اسمعه اكتر من كده. انا بدور اني اجيب بيبي علشان نفسي ابقى ام، بس انا مبقتش طايقه، مش طايقه سيف ولا هو طايق، وعايزه اجيب منه بيبي وكل حاجه عكس بعض. مشكلتك انك برج الجوزاء. روقي بقى يا هديل، انت لازم ترتبي حياتك الاول. علاقتك بجوزك مش مظبطه، لازم تظبطيها، وما ينفعش تتطلقه عشان انت وسيف اللي بينكم كبير جدا. انا ما رضيتش اتدخل امبارح وانت بتتكلمي قدام البنات عشان ما كنتش عايزه اتكلم قدامهم، بس انت اللي في ايدك انك ترجعي جوزك وتظبطي علاقتكم. انت يا هديل مش حد تاني. ها مش وانا مش هقول لك ازاي عشان انت اكيد عارفه. مش قادره، وهو مش عايز يساعدني. خلاص يبقى مش ذنبه. ذنبه الحاجات دي يا بنتي ما فيهاش كرامه. ابدأ انت عادي يعني، وبعدين سيجارتي اتطفت، هاتي نفس من عندك. دي كمان ما فيهاش كرامه على فكره، نفسين كمان. الله، ايه الذوق السيء ده؟ وايه الفينش الزباله ده؟ الشغل ده لازم يتعاد. فيهم ايه؟ فيهم ان حضرتك استخدمتي الاحجار من غير ما توضبيهم قبل ما تشتغلي، وفي ان الفنش كله باين ووحش سيء سيء. بس انا شايفه ان شكلهم كويس وما فيهمش حاجه. حضرتك تشوفي اللي انت عايزاه عندكم في بيتكم، انما هنا انا اللي اشوف، لان الشغل ده بيخرج من هنا تحت اسمي انا، يعني الفنش لازم يبقى بيرفكت، وده اللي بيفرق حد عن حد. دي وجهه نظرك. دينا لاخر مره ححذر، لو سمحتي ما تخلطيش ان احنا اصحاب بانك هنا بتشتغلي عندي. اوكي براحتك. طبعا براحتي. تمام، وانا مش جايه هنا تاني. اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، بس قبل ما تمشي من هنا تعيدي لي الشغل الزباله بتاعك ده. ليه كده؟ اهدي يا دينا، في ايه؟ حاضر. معلش اعذريها، دينا عندها مشكلة كبيرة في البيت. يا ستي وانا مالي ومال بيتها؟ دينا حامل. وايه المشكلة في كده؟ متفقة مع جوزها يأجلوا الموضوع ده، ونسيت تاخد الدواء ودلوقتي حامل وعايزها تنزل البيبي، وطبعا هي مترددة. يا ستي وانا مالي ومال الكلام ده كله؟ الله، ما تعمل اللي تعمله.
انا ماشيه. هدي انا مش هخليها تمشي. اللي هي عايزاه تعمله تعمله، المهم انها قبل ما تمشي من هنا تعيد القرف اللي هي عملته، وبعد كده تعمل اللي هي عايزاه. قولي لها ما تنزلش البيبي، ربنا هيسألها على اللي هي بتعمله دي. انت ليه ما روحتش الشغل يا حبيبي؟ شغل ايه دلوقتي؟ هو ده وقته؟ مساء الفل. نو ثانك يو، مش قادره، احنا لسه الظهر على فكره. واحنا بيفرق معانا الصبح ولا ظهر ولا بالليل؟ واحنا بنعتب. سيف معلش، النهارده كان يوم وحش قوي يا حبيبتي. لو مفيش مزاج نجيب المزاج، سيبك بقى من ام الشغل ده بليز. طب ممكن نخليها بالليل؟ احنا بقينا بالليل خلاص. لا على طول كده، مش فاهمني، مش معقول يا سيف. يا حبيبي ده انا عامل لك احلى مود. بقول لك مش طايقه نفسي، مش كده؟ في ايه يا هديل؟ في ايه مالك؟ مولع لك شمع ومشغل لك مزيكا ولا باب لك سيجاره؟ ايه؟ اعمل لك ايه تاني؟ انا زهقت. وانت اللي فاكرني مكنه، كل ما هتعوزها هتدوس على الزرار تطلع لك زي فرغلوف. لا بجد، ده ايه التخلف ده؟ ثانك يو على ذوقك. بص يا هديل، انا مش جاي اتخانق يا حبيبتي. ساعديني علشان اساعدك، انا حاسس ان احنا بنبعد عن بعض. اساعدك ازاي بقى؟ اعمل ايه عشان اخليك تبطل تتفرج على افلام بور؟ انا عمري ما خنتك. وانت مفهوم الخيانه بالنسبه لك ايه؟ انك تجيب واحده تانيه وتنام معاها غيري؟ اه هو ده مفهوم الخيانه، وانا عمري ما عملت كده. مفهوم الخيانه بالنسبه لي غير كده. يا ترى وانا في حضنك بتشوفني انا ولا بتشوف البنات اللي بتتفرج عليهم؟ ومين السبب في ده؟ مش انت اللي عملتي الفطور ده في علاقتنا؟ انا صح. اه صح، انت اللي مش عايزه تغيري ولا تغيري طريقتك ولا تحاولي تفكري ازاي تعمليه بشكل مختلف كده. اللي عيني ترقصي لي ولا حتى محسساني ان انت نفسك تبقي معايا في اي حته ولا اي مكان. انت اللي عايز واحده من الشارع، دي شغلتها، وانا مش كده، وانت عارف كده كويس. انت متخلفه والله العظيم، متخلفه وغبيه كمان. مالي انك تبسطي جوزك ومال الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ على فكره الموضوع مش في النوم، الموضوع كله في الاحساس والمشاعر اللي قبل الموضوع ده. ما بلاش انت تتكلم في الموضوع ده، لانك عمرك ما فكرت تحطني في مود حلو، ولا عمرك فكرت انا مبسوطه ولا لا. انما انت مكنه ما بتفكرش غير في ده وبس، وعايز توصل ليه باي طريقه. انما انا عايزه، انا محتاجه، مش مهم. يا اخي ده انا سلمت لك نفسي قبل الجواز، عايزني اعمل ايه تاني؟ ومالي اللي انا بقوله باللي انت بتقوليه ده؟ انا ضحيت وانا اتجوزتك، ما بعتكيش، ما تخليتش عندك ولا بعتك. هو انت كنت ممكن كمان تتخلى عني؟ هديل، هديل حبيبتي، انا بعمل كل ده عشان ننبسط مع بعض. انت مش كنت عايزه تخلفي؟ مش نفسك تخلفي؟ بالنسبه لموضوع الانبساط فده عندك انت لما تبقى تغير طريقه تفكيرك. اما بالنسبه للعيال، ما اعتقدش ان ربنا ممكن يدينا اولاد طول ما انت غرقان في النجاسه بتاعتك. تصدقي يا هديل، انا استاهل ضرب الجزمه انا واقف بتكلم معاكي. انت ما تستاهليش حتى ان انا اقف اتكلم معاكي. انا حمار اني حبيت ارضيكي. اوعي. يا بنتي مش عايزه اقول لك، انا بقالي قد ايه ما لعبتش اللعبه دي، من زمان قوي. ما عندكيش بني غامق كده؟ بني بعمل البحر. ماشي مالك؟ انا مركزه. بقولك ايه، مفيش عندك الاصفر في الاورنج مع بعض؟ هاتيلي البحر. هو انا كل ما اطلب منك حاجه تقولي هاتيلي حاجه؟ يا شيخه اعملي اي حاجه. ثانيه واحده، انت غريبه قوي. بقالي كتير ما لعبتهاش. هو في حاجه اسمها لايقين؟ الو، هاي ساره، ازيك؟ معلش ساره، صحتك من النوم ولا ايه؟ لا ابدا، انا ما بنامش دلوقتي. ها احنا ايه الاخبار؟ تمام طبعا، كان في شويه عند في الاول، بس بالنسبه لاول مقابله تمام. طبعا يعني اطمن. انا بحاول اطمن. بالنسبه لاول مكالمه، بس في حاجه عايزه اطلبها منك يا حسين. انت لازم تحاول تشوفها اكتر من كده. كل يوم بترجع بالليل بتكون نايم. اه طبعا، اوعدك ان انا هحاول. يا ريت.
طب ساره انت مواعيدك ايه معاها اليومين دول؟ هشوفها بكره، بس في شويه حاجات كنت عايزه اقولها لك. لازم في الاول هنبدا بحاجات كده. شور شور ساره، انا واثق فيكي ومتاكد ان انت هتساعدي هنا. اعملي اللي انت شايفاه صح وانا معاكي. اوكي اتفقنا. يلا ميرسي يا ساره، باي. الو حسام، الو في بحر امان اهو، وبعدين عامل الشط ازرق في فاتح يعني مدي على بلاش. لا ايه ده، راجل غريب جدا قفل السكه في وشي كانه كهرب. مين ده؟ ابو بنت بعالجها. امور؟ اه يا اختي امور. طب ليه بقى هو اللي بيكلمك مش المدام بتاعته؟ عشان المدام بتاعته متوفيه. يا حرام. بنت انتي في ايه؟ دي مش حكايه تركيز بقى، مالك ساكته كده؟ الله، مش كنت بتتكلمي في التليفون عايزاني اعمل لك ايه؟ اهو مرقص. بقول لكم ايه؟ انا امبارح اخويا سالني سؤال ما عرفتش اجاوب عليه. ايه؟ قال لي هو عماد خطيبك نمطي؟ انا ما فهمتش يعني ايه نمطي، بس انا قلت له لا، بس لما عماد كلمني في التليفون عرفت ان عماد نمطي. طب وانت عارفه يعني ايه نمطي؟ لا. نمطي يا ستي يعني شخص ماشي على سيستم طول الوقت، يرجع من الشغل يتغدى خش ينام يصحى يشرب. خلاص يا سو، انا عرفت عماد نمطي. بس في ستات بتحب كده على فكره. بس انا مش عايزه كده، انا عايزه اتجنن. بعدين لو طلع نمطي في الموضوع ده تبقى كارثه، انا مش هبقى مبسوطه بصراحه يعني. لا هو اكيد هيطلع نمطي في الموضوع ده، بس الدور والباقي بقى عليك انت. انت المفروض تخليه يفك، وطبعا انت بديحه ومالكيش في الكلام ده خالص. ايه ده ايه ده، مين قال لك اني ماليش؟ مين قال لك؟ مين انت اللي قلتي؟ لا انا يوم عيد ميلادك قلت كل حاجه وليها وقت، انما انا انا عاديه يعني زي كل البنات. بل في ايه عاديه يعني؟ اوعى يا بنتي يكون عندك كبت. احتمال كبير يبقى عندي كبت. طب بمناسبه ان انت ساكته بقى وقاعده لنا على السايلنت، هسالك سؤال وتجاوبي تقولي اه ولا لا. اوكي، هو سيف نمطي؟ اه شكرا. كل الرجاله كده، يخلص الهانيمون هتلاقيه تحول. لا 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 لا، ابوس ايدك ما تلخبطيليش البنت. احنا ما صدقنا نعرف انها طبيعيه وليها في الحاجات دي. وما انت قاعده ساكته ساكته وساعه ما تتكلمي تقولي كده. الله، مش دي هي الحقيقه؟ ما تصدقيهاش، دي الحقيقه بتاعتها هي عشان هي فاشله. اصل هديله عندها خلط، هي فاكره انها لما تلبس لجوزها حاجه كده ولا كده ولا تعمل له مساج مثلا تتدلع عليه يعني هتكون ست قللت الادب. هي بقى مش عارفه ان الرجاله كلهم بيحبوا الحاجات دي، عشان كده هي فاشله. انا مش فاشله. في ايه يا هديله؟ انا بهزر. وبعدين انت مش متجوزه، لازم تعيش التجربه علشان تحسي باللي انا بتكلم فيه. وعلى فكرة الجواز مش كل الموضوع ده. في ايه يا دوت؟ احنا بنتكلم عادي. في ايه؟ استني يا جان. في ايه هديل؟ اه انا مش متجوزة، بس انا بفهم جدا في العلاقات ما بين الناس، ويمكن علشان انا فعلا شايفة الموضوع من بره فانا شايفة احسن، علشان اللي بيبقى جوه الموضوع ما بيشوفش غير نفسه بس. الا الجواز يا سارة، لازم تخدي التجربة علشان تحسي باللي انا بقوله. لما تراقبي نظرات الراجل اللي انت عايشه معاه وتلاقيها كل يوم بتتغير هتزعلي. احنا كنا قبل كده بنخرج مع بعض، عمره ما كان بيبص على اي واحده حتى لو كانت احلى منه، لكن دلوقتي بيبص على اي واحده حتى لو كانت زبالة. حاسة انه جعان لدرجة بقرف منه. انا تعبانة، انا بس على ايه بس؟ ما تزعلوش مني سوري. تزعل منك ايه بس؟ انا اللي سوري بجد؟ انتوا قلقتوا دراما كده ليه؟ ما هو كله بسببك يا اختي وبسبب خطيبك النمطي. حكي بقى. بقول لك ايه، لما تلاقيه بيبص على واحده تانية انت كمان بصي على واحد. ايوه صح صح. ما بعرفش اعمل كده. لا لازم تعرفي عشان يحس على دمه.
طب انا يعني سؤال بسيط، انتوا ليه عايزين نتجوز بعد القرف اللي انا بسمعه؟ علشان احلى حاجه في الجواز انك تجيبي بيبي، هو ده اللي هيخليك تستحملي اي حاجه. عديلي انت ازاي عايزه تخلفي مني وانت حاسه بتجاه كل الحاجات دي؟ مش يمكن علشان كده ربنا مش عايزني اجيب بيبي؟ في ايه يا عديل؟ انت ليه مكبره الموضوع كده؟ سيف مش وحش للدرجه دي على فكره، وانتوا الاثنين بتحبوا بعض، انت بس اللي محتاجه تغيري في نفسك شويه حاجات. في فطور رهيب لدرجه اني مش عارفه اتحرك. خلاص يا روحي ماشي، عشان خاطر تعالي نكمل اللعبه دي عشان انا متضايقه قوي انك بوظتيها. المره الجايه هجيب لك واحده اكبر مني. يلا يلا يا ماما يلا. بس المره دي انا هاخد ده. بس انت جايبه صغيره قوي. ما انا قلت لك هجيب لك بقى كبير المره دي. ما هي البتاعه دي مش هتعمل. يا ما نفسي اصحى الصبح الاقيك عامل لي الفطار. اتنين بيض سامي سايد اب، اتنين بانكيك، واخد لي بالك انت؟ ولما انا اعمل لك الفطار انت هتصحي تعملي ايه؟ تاكلي كده على الجاهز؟ يعني ايه؟ الفطار جاهز اهو، خش دوسي. ما انا ما باكلش فول على الصبح، قولوني بيتضخم. والله يا احسن برضه، حبه الفول دول يا دوب على قدي. خشي انت بقى المطبخ اعملي الفطار اللي على مزاجك. مفيش فايده عليه. نعم؟ عن اذنك. والله حلو الفول. حطي يا اختي. كويس وحشتيني. انت كمان. ايه؟ لسه بتعمل صوان ولا بطلت؟ صوان ايه يخرب بيتك؟ انا اتجوزت دلوقتي وعقلت وكده. ايه دي؟ ازيك يا اي؟ انا كويس، انت وحشتيني موت. وانت كمان. فاكرين الواد ده كان نزل زمان ازاي؟ بارد 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 رخم، ما كانش فيه رخم غيركم على فكره. ما عدا البت ايه والبت هبه. حبيبي. امال هي فين؟ هبه عندها شغل. شغل؟ طب انا في البوفيه. يا اولاد هتعملوا عقد ولا لا؟ لا يا ابونا مش هنعمل جبنيول. انا وجان متفقين على كده، اللي بنا اكيد اكبر من اي عقد. سامحني يا ابني، انا كان لازم اسال. في ناس لازم يعملوا عقد، البيوت بيت كلها مشاكل وفي جوازات بتبوظ على اهون سبب. ربنا ما يجيب مشاكل يا ابونا. طيب قبل بقى ما نصلي على الشبكه انا عاوز اقول لكم كلمتين مهمين. الخطوبه يا اولاد اهم مرحله في العلاقه بين اتنين مقررين يتجوزوا. يعني ايه؟ يعني لازم تكونوا على حقيقتكم قدام بعض، مفيش كذب مفيش تمثيل، ولازم يكون لربنا وقت في حياتكم. يعني ما تبقاش الحياه كلها كده خروج وعزومات وخلاص. فاهم يا عماد؟ فاهم يا جان؟ ربنا بيقول يا اولاد ان لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون. يعني لازم تكونوا على حقيقتكم وتكونوا صرحه مع بعض، ولازم سلام المسيح يملى بيتكم. متفقين؟ لا اسمعها منكم يا اولاد. متفقين طبعا. اه دلوقتي بقى نقدر نصلي. الشرق منين يا اولاد؟ من هنا يا ابونا، الاتجاه كده. بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. كيريا ليسون كيريا ليسون، يا رب ارحم يا رب بارك امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. الراجل ده بيقول كلام حلو قوي. ايوه ايوه. ازيك اصلا؟ ازيك انت اصلا؟ انت فين اصلا؟ مع اصحابي اصلا. اوكي، انت لوحدك؟ جوزك مش معاكي؟ لا. انت فين؟ انا مستني مراتي في العربيه، هخرجها شويه هي والولاد. طب حلو، انجوي بقى، هكلمك تاني. وانت كمان. بسم الله. امين. في
في ايه؟ كنت بتتكلمي من سيف؟ لا النايس 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 قلتي لي قابلتي تاني؟ اه مبسوطه؟ والله يا بنتي يا ساره سو فار مبسوطه حلو وانتي على طول حلو مبسوطه طب يا هجيل خلي بالك على نفسك بقى عشان ابتديت اخاف عليكي بجد. يعني ايه؟ يعني خلي بالك على نفسك من النايس. في ايه؟ ما هي كبيره وشاطره هي بتعرف كل حاجه. اه صحيح. افهمها لك تاني. خلي بالك على نفسك من النايس عشان يبقى نايس قوي. انت فاهمه حاجه؟ لا ولا انا. امال البنت دي بتتكلم ليه؟ شكله موضوع خطير. خطير؟ يا هبل انت فاكراني عايزه انام معاه؟ يخرب بيتك تنامي معاه مش خطير للدرجه دي هو كي صوت بيحب الناس. ماشي يا هبل. قلتي سيب عليه؟ لا. شفتي؟ هو بيشتغل ايه بقى؟ يا بنت هو انا هتجوزه؟ مالك يا حبيبتي؟ ما حسساني امي قاعده عماله بتنصحني في ايه؟ اه انصحك عشان انت ما عندكيش خبره خالص في الحاجات دي. بمعنى؟ بمعنى ان انت من ساعه ما وعيتي على الدنيا ما تعرفيش غير سيف. كل الرجاله بالنسبه لك هم زي سيف، لا هم مش زي سيف، في ناس تانية خالص ورجاله تانيين بالمعنى اصح اسمهم رجاله زباله. انت فاهمه حاجه؟ لا ولا انا. امال دي بتتكلم ليه دلوقتي؟ انت بتتكلمي انت حوش يعني رايحه لي براجل وراجعه لي براجل، حوش الخبره اللي ما شفتك مره صاحبتي، مره اسكتي اسكتي زهقتيني. هو الواحد لما يجي يقول لك كلمة يعني بصراحة ولمصلحتك تقومي تديله كلام زي الدبش؟ وبعدين انت تعرفي عني ايه؟ تعرفي انا صاحبة ولا لا؟ اتجوزت ولا لا؟ ما تعرفيش عني حاجة خالص. ايه ده؟ انت مش هتحكي لنا؟ بخاف من حسن. حسن؟ وانت كمان ما بتحكيناش؟ لا انا بحكي لك يا حبيبتي كل حاجة. طب امال انا بحكي لها ليه دلوقتي؟ عشان عبيطة. طب وحياة امي ما احكي لك حاجة تاني. بس بقى بس كفاية نقر. بصي العروسة حلوة ازاي؟ يلا يا ولاد عشان تلبسوا الدبل. مبروك يا عريس. مبروك يا عريس. تعالوا مبروك يا عريس. مبروك يا عريس. مبروك يا عروسه. مبروك. دول صحباتي يا ابني وزي اخواتي بالظبط. ربنا يحافظ عليكم ويبارك فيكم وتتجوزوا. هما بقى لان انا خلاص اتجوزت الحمد لله. ادعي لها يا ولد. ربنا يحل بسلامه على بيتك انت وجوزك يا بنتي. شكرا. انت بتصلي يا بنتي؟ الصلاه مهمه قوي. الانسان اتخلق بطبعه علشان يبقى فيه علاقه مستمره بينه وبين ربنا. تعرفي يا اولاد انا في كلمه بحب اقولها دايما. انا هفضل اصلي مهما حصل لي لو تعبان أو فرحان. صلي يا بنتي وخلي جوزك كمان يصلي معاك. يا ولادي الحياة مع ربنا حلوة قوي. انت عارف يا بونا أنا مسلمة. ما أنا عارف إنك مسلمة. تعرفي انت بقى أنا حبايبي وأعز أصدقائي من قبل ما أبقى كاهن مسلمين، ولغاية النهاردة إحنا أصحاب وحبايب. احنا كمان كده مع بعض بالظبط يا بولا. ربنا يديم المحبه دايما بينكم. ما تقولوا امين. امين يا رب. امين. شايلني عريس. اتفضل يا بولا. اتفضل. يا دبلت الخطوبه عقبالنا كلنا ونبني طوبه طوبه فعز حبنا. Thank you.
اتفضلي. صباح الخير. صباح النور. ايه ده انت كنت فين؟ ده انا كنت فاكرك لسه نايمه جوه. صحيت من بدري ونزلت انا وزينب في مشوار مهم. ازيك يا زينب؟ ازيك يا استاذ؟ انت ليه وشك تعبان كده لونه اصفر؟ فعلا كانت تعبانه علشان كده خدتها للدكتور بتاعي. انت ما صحتنيش ليه قبل ما تخرجي؟ معرفش، حسيت ممكن تكون تعبان من مشاوير امبارح. يا اهلا يا زينب. يا اهلا. الف سلام عليك. الله يسلمك. انت مش عايزه حاجه بمخك؟ رايح فين؟ شويه مشاوير. هتتاخر؟ يعني على حسب الظروف. عن اذنكم. مرحبا. تعالي يا زينب. اقعدي بقى كده وركلسي خالص وقولي نفسك تفطري ايه. لا لا لا، ماليش نفس. ايه اللي ماليش نفس دي؟ لا لازم تاكلي، انت من امبارح صايمه، وبعدين ابوكي كده ممكن يحس. مش قادره اقول، صدقيني فعلا مش قادره. زينب عايزاكي تيجي على نفسك شويه، على الاقل علشان خاطر ابوكي وامك اللي بيخافوا عليكي وبيحبوكي. انت بتطمني بالكلام؟ بالعكس، انا خايفه عليكي، وما كنتش متصوره انك ممكن تتنازلي بالسهوله دي. حبيته. ايه حبيته دي يا زينب؟ طب اهو طلع واطي. كنتش عارفه ده يطلع كده. فين احساسك بالراجل اللي قدامك يا زينب؟ يا بنتي انا مش اتكلمت معاكي كتير. احساسي خدني. طب ممكن بقى تخلي بالك من احساسك احسن يخونك المره الجايه كمان؟ مفيش مره تانية خلاص. يعني ايه؟ انتي صغيره وحلوه وبكره تنسي وان شاء الله هتحبي. استحاله. مفيش حاجه اسمها استحاله. طول ما انتي عايزه يبقى ممكن يحصل، وخصوصا بعد العمليه اللي احنا لسه عاملينها دي. زعلانه منك وعليك يا زينب. تفتكر ربنا هيسامحني؟ مش عارفه، بس اكيد لو ما غلطتيش تاني هيسامحك. هتلاقي الحد اللي يستحقك وهيحبك وهيتجوزك. ساعتها هقول له على كل حاجه. تقولي له ايه يخرب بيتك؟ امال احنا كنا رحنا عملنا عمليه ليه؟ انت ان شاء الله اللي تبقي عايزه تتجوزيه تبعتيهولي، انا هقعد اتكلم معاه واشوف ايه النظام معاه ونخلص الموضوع، لاني لما سبتك لوحدك عكيت الدنيا. ليه اي راجل ليه ماضي ما بيعجبوش؟ حتى لو ابويا عارف ان الراجل اللي جاي يتجوزني ليه علاقات كتير، ما عندوش اي مشكله. وبالعكس، لا طبعا. ايه الفرق؟ ولا غلط واحد. هند ازيك؟ اهلا وسهلا، مين معايا؟ انا هديل مراد سيف صاحب محسن جوزك. ازيك يا مدام، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله، بس ما بلاش بقى مدام دي عشان نعرف نبقى اصحاب. ماشي يا هديل. باختصار انا دخت على ما جبت نمرتك، وجوزي كل يوم والتاني بره، واما اساله انت فين يقول لي مع محسن جوزك. وانا نفس الكلام، انت فين يا محسن؟ انا مع سيف. الاحتياط واجب، ومتهيالي ان احنا لازم نكون على اتصال ببعض. طبعا طبعا، ده انا كنت عايزه نمرتك من فتره برضه. عموما نمرتي اللي ظهرت عندك، يا ريت تسيفت ونبقى على اتصال ببعض. ولازم نتقابل كمان، ده انا مبسوطه جدا انك كلمتيني. وانا كمان مبسوطه. ميرسي يا هند، هنتقابل قريب. طبعا هشوفك قريب. اوكي يا حبيبتي، باي. ماشي يا سيف، انا بشوف اخرتها معاك. تعرفي انك بتفكريني بنفسي اول مره خرجت مع واحده ست غير مراتي؟ انا كنت قاعد زيك كده بالظبط، لاني كنت فاكر ان انا بعمل حاجه غلط. بس احنا بنعمل حاجه غلط. ليه بتقولي كده؟ انت ممكن تقابلي اي راجل في اي وقت في شغلك، ايه الغلط في كده؟ بس احنا ما بنتكلمش في شغل، ولو كان في بينا شغل كان المفروض نقعد نتكلم في المكتب. هدي السؤال المهم، هو انا عايز منك ايه اصلا؟ انا قلت لك قبل كده ان انا بحب مراتي، وانتي بنفسك قلتي لي انك بتحبي جوزك، صح؟ صح. شوفي، هو في ناس كتير قوي بيعتقد انه ما ينفعش يكون في علاقه صداقه بريئه بين راجل وست متجوزين. انا شايف ان الكلام ده فيه مغالطه او فيه تعميم،
يعني انا وانتي مثلا اصدقاء، انا اقسم لك بالله انا مش عايز منك اي حاجه غير ان احنا نتكلم، وعارف كويس جدا انك متوقعه مني نفس الحكايه، مجرد ان احنا نتكلم. ايوه بس انا اللي مضايقني لاني امبارح كنت في حضن سيف والنهارده مع راجل تاني. انتي ليه شايفاها كده؟ قولي لي يا هديل، هو انتي بتتفرجي على مسلسلات تركي كتير في التلفزيون؟ جامد. بس انا فعلا عمري ما خبيت عنه حاجه. انا شايف انك بتبالغي شويه او اوفر يعني. ليه؟ لانه من خبرتي في الجواز مثلا احيان كتير بنحتاج ان احنا نخبي حاجات عن بعض. بس انا عمري ما خبيت حاجه عن سيف، وبعدين ما ينفعش تعمم في حاجه زي دي. فعلا عندك حق، بس تفتكري هو سيف او مراتي ممكن يستوعبوا الصداقه اللي بينا دي اصلا؟ لا طبعا، اذا كنت انا اصلا مش مستوعباها. انت ليه بتقول اصلا كتير؟ تعرفي انك اول حد في الدنيا يقولي ان انا بستعمل الكلمه دي كتير؟ انا فعلا بستعملها كتير جدا اصلا بقى. اصلا هديل بجد عندي سؤال مهم وعايز الاجابه من قلبك، يعني بصراحه، انت من الناس اللي بيعتقدوا انه ينفع يكون في علاقه صداقه بريئه بين راجل وست متجوزين، ولا من الناس اللي بيقولوا عكس كده؟ بصراحة أنا لا أعتقد. أنا لا أعتقد إنه سليم. إيه اللي بيخليكي تقولي كده يعني؟ ما بتحتاجيش تقعدي تكلمي مع حد وتدردشي معاه زي ما إحنا بنقعد نتكلم وندردش مع بعض؟ عندي صحاب كتير ممكن يسمعوني، لكن عارف كلام الست للست يفرق كتير عن كلام الست للراجل، حتى لو كنا بنقول نفس الكلام. صحيح. ما جربتيش قبل كده انك تتكلمي مع صاحباتك عن الصداقه اللي بينا؟ حكيت لهم بس يعني مش كل حاجه، لان هو فيهم يستوعب وفيهم ما يستوعبش. فاهمك. مش عارف يعني، بس حكيت لهم اصلا. فعلا؟ اصلا. الو، انت فين؟ دي انت فين دي؟ انا زهقتي من الطريقه دي على فكره يا هدين. الناس تقول صباح الخير صباح النور، مش انت فين؟ ها خلصت؟ ايوه خلصت. انت فين بقى؟ في الورشه يا هديل. هكون فين؟ يا سلام. ثانيه واحده ثانيه واحده. ارتحتي؟ خلاص. يعني انا مش فاهم، يعني انت بتغيري عليا وانت مطلعه عيني ومطلعه روحي ومنيماني على الكنبه، في ايه يعني؟ حبيبي أنا ما بغيرش عليك، أنا كل اللي يهمني كرامتي، فلو فكرت إنك تجرحها. أنت عارفة أحلى حاجة قلتيها إيه يا هديل؟ حبيبي. سلام يا سيف. هديل، أنت خايفة إن أنا أخونك؟ ما هو عشان لو أنت خنتني هتبقى علشان عينك الفارغة يا ضعيف، مش عشان أنا ينقصني حاجة. يا حبيبتي اللي أنا أعرفه الخيانة دي لما أكون بعمل معاكي حاجة وأعملها مع غيرك، طالما ما بعملش معاكي الحاجة دي وبعملها مع غيرك ما تبقاش خيانة خالص. الكلام ده عند الحاجة الماما بتاعتك. بطلي قلة أدب. يلا خلاص بقى اقفل. أنت اللي متصلة على فكرة. أوكي. يلا. يا هديل، على فكرة أنا احتمال أبات في الورشة النهاردة. ليه بقى إن شاء الله؟ عندي شغل كتير. يعني مش مع محسن؟ محسن إيه يا بنتي؟ بقولك عندي شغل في الورشة. خلاص، كلمني برضه. ماشي يا هديل، أوكي. باي.
ماشي يا سيف ماشي. الو اي يا سيف انت فين؟ ايه حكايه انت فين؟ كل واحد يكلمني يقول لي انت فين. هو عشان اختفيت شويه يعني امبارح كنت في البيت يا انجي؟ لا بدل في البيت يبقى تمام كده. قولي بس اخبار صحتك ايه يا بنت؟ انا كويس مفيش حاجه. تطمني يا فوتو. تطمني عليه، هو اللي اتدغدغ. هو كلمك ولا ايه؟ اه كلمني، قال لي ان هو مسافر ولما يرجع ان شاء الله قال هيسيبني افكر عشان قلقان اتجوز. جواز تاني؟ هو الراجل ده بيحسش مفيش كرامه خالص؟ انا بقول له ما عندكش كرامه، يقول لي لا مفيش كرامه في الحب، المهم بس ان انا فهمته العلاقه اللي بيني وبينك عشان ما ياذكش ولا يعمل لك حاجه مش كويسه. ياذي مين يا ماما؟ هو بعد العلقه اللي خدها دي هيقرب مني تاني؟ وبعدين تقولي له ليه على علاقتنا؟ هو ماله؟ تتكلمي ليه اصلا؟ لا انت فيك اللي مكفيك يا سيف، انا مش عايز يحصل مشاكل اكتر من كده. سيبك من الكلام ده انجي، انت بتعملي ايه؟ انا كنت بشتري لابتوب وكده. قولي انت فين؟ انا في الورشه عندي شغل. طب هشوفك بالليل؟ مش عارف، بص انا احتمال ابيت في الورشه عندي شغل كتير. طيب خلاص يبقى كلمني بقى. اوكي يا حبيبي، باي باي. باي باي. انجي عبد الله؟ ايه ده عزه حافظ؟ وحشاني. انت كمان عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انت فين؟ انا اتجوزت وسافرت وكده يعني مشاكل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. تعملي ايه في حياتك دلوقتي؟ ولا حاجه، كنت بشتغل في الامارات ولسه راجعه، لسه بشوف بقى هعمل ايه. طب كويس، لسه بتكتبي؟ اه. طب قولي لي انت فاضيه دلوقتي؟ اه فاضيه. طب ايه رايك اعزمك على كوفي نتكلم شويه؟ طيب خلاص. نتكلم مين يعني؟ مين احنا نتكلم؟ يا بنتي انت مستعجله كده ليه؟ هتعرفي كل حاجه. كنت لسه في سيرتك وهقول لك انا كنت في سيرتك مع مين. طيب خلاص يلا بينا. يلا بينا. قولي لي بقى اتجوزتي ولا لا؟ اتجوزت واتطلقت. بصرة؟ بصرة حلوة قوي. سيف سيف اصحى. ايه في ايه؟ ايه اللي ايه في ايه؟ حضرتك نسيت الفيلم بتاعك شغال ونمت. اعمل لك ايه بس؟ ما انا قاعد طول النهار لوحدي في البيت زهقت. زهقت؟ وانا كمان يا اخي زهقت منك. يعني من فضلك انا مش عايز اتخانق. بعدين والله العظيم انا ماليش غيرك في الدنيا. انت بتشتغلني ولا بتشتغل نفسك؟ بطل بقى القرف اللي انت عايش فيه ده. طب ليه بتغلطي في الكلام؟ علشان مفيش حاجه بشوفها الا غلط. انت السبب. وبعدين انا والله ما خنتك ولا يوم في حياتي خنتك. مجرد انك تتفرج على واحده وتعجبك وتتخيل نفسك معاها بالنسبة لي دي خيانة. ده كلام ما يرضيش ربنا. ويرضي ربنا انك تتفرج على افلام بورنو وانت راجل متجوز؟ ايوه ما انا راجل متجوز وانت مانع نفسك عني، عايزاني اعمل ايه؟ دي ابسط حاجة اعملها. وانا قلتها لك قبل كده كتير، كنت بتبقى نايم معايا وبتخلص وبتقوم تتفرج على افلام. انت مريض يا سيف، you have to face it. مريض. انا لو كنت بعمل كده وبتفرج ده عشان انا مش عايز اخونك. بعدين انت ممكن تساعديني، فكري ازاي تخليني ما اتفرجش على الافلام دي. وقلت لك قبل كده انت عايز واحده من الشارع تعمل اللي انت عايزه، وانا مش طريقتي دي، وانت عارف كده كويس. ده برضو كلام ما يرضيش ربنا. وانت ما حببتنيش في اي حاجه عايزها. انت بالنسبه لك الموضوع اداء واجب. انا كنت ببقى في حضنك وبتخلص وبتديني ظهرك وتنام. بلاش اتكلم، في كلام كتير ممكن يجرح. ومين السبب في ده؟ وبعدين يا هديل انا عمري ما خنتك عشان بحبك. اقول لك على حاجه تعملها. سيبني سيبني ودور على واحده تانيه تساعدك. ما اقدرش، انت لو سبتيني اموت، لاني بجد بحبك والله العظيم بحبك. انت حبك جوايا زي الادمان، ما اقدرش ابعد عنه. ده انا حتى لو حاولت اخونك مش هعرف. انا بحبك جدا. بحبك قوي قوي.
في الوضع ده تبقى فائت. لا انتي بتسأليني انا؟ مش انتي اللي جبتينا للكارثة الدكتور بتاعك ده؟ حبيبتي انت كويسة؟ انا قلت لخالد بقى الفترة مش عارفة ليه على اهبل الدكتور. الدكتور ده مش اهبل. اراهن الدكتور ده مجنون تعالج وعينوه هنا. كويسة؟ هي كده مبسوطة ولا موجوعة ولا مالها؟ مش عارفة ايه السؤال الغبي ده؟ ما انا مش فاهمة. سارة عايزة معانا؟ عايزة مية صح؟ لا مش هينفع مية دلوقتي. انت سامعانا؟ انت كويسة؟ في حاجة وجعاكي؟ طب يعني ايه في حاجة وجعاكي؟ مش هينفع تعملي ايه الغباء ده؟ ما اكيد. طب يا حبيبتي انت عايزة ايه؟ عايزة ايه يا حبيبتي؟ قولي. ادهم. ادهم؟ ادهم ده مين؟ العيال الزبالة اللي عملت فيها كده. هو انت كنت عارفة اسمه؟ لا. تعرفيه اصلا؟ حد يعرف حد اسمه ادهم؟ لا 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 يا ماما. عايزة تخلي ابني واحدة صاحبتي اسمه ادهم وهي تعرف مين ابن صاحبتك. عيل صغير. لا 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 هي ممكن كانت عايزه تخلي البيبي. سارة مين ادهم؟ مين ادهم؟ دوشة قوي. مين؟ سارة. سارة دوشة قوي. خلاص هو قال لي صوتي يا سارة ما تسيبي بقى وخلصي. انت عامله عمليه يا شيخه اسكتي بقى. ده انت غبيه. ده انت غريبه يا عم. يا سارة ما تصحي بس. السلام عليكم يا عم الشيخ. احنا هنتريق؟ ايه دي؟ يعني انا مش فاهمك. اتفرج على افلام مش عاجبك، امسك سبحه واذكر ربنا مش عاجبك، عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ايوه ما هو اللي بيسبح وبيذكر ربنا ما بيقعدش يتفرج على الافلام القرف بتاعتك ويقعد يشرب حشيش بتاعك ده والقرف اللي انت فيه. ايه القرف ده؟ وبعدين تمسك لي سبحه يا عم روح. وهو انا بعمل كده دلوقتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن تسيبيني في حالي ومالكيش دعوه بيا خالص؟ صحيح على رايك. انا مالي؟ ما تعمل اللي تعمله يكش تولع. انت رايحه فين؟ نعم؟ رايحه فين؟ رايحه لاصحابي. انت خارج؟ ايوه انا هروح الجامع هحضر درس وخلص وارجع البيت على طول. سبحانك يا رب قادر على كل شيء. احنا هنتريق تاني؟ لا والله ابدا. ربنا ان شاء الله يهديك يا سيف. السلام عليكم. ويهديك يا هديل. وعليكم السلام ورحمه الله. مالك يا ست؟ كلمي مين وعامله كده ليه؟ يما جوزي ما بيردش مش فاهمه. طيب هو فين يعني؟ في الجامع. انت غريبه. لا عجيبه بجد. عايزه الراجل يرد عليكي في الجامع ازاي يعني؟ لا ثانيه واحده انا مش قادره اصدق اللي بسمعه. سيف بيصلي في الجامع؟ اه يا ساره وده بقى اللي مجنني ومش قادره افهمه. عادي يعني. يا عادي. عيني الواد ما لقاش طريقه من كتر ما انت قرفاه في عيشته. تلاقي الواد ربنا هداه كده بصراحه. انت تعلمي العفه يا كبدي يا ابني. ما طبعا الواد زهد في الدنيا منك. قال لك مفيش اي فايده غير في الاخر. اصلي بقى لربنا. هدوله ايه ده يعني؟ ممكن ينتحر ولا ايه؟ اه عادي جدا طبعا. هدوله عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ما فكرتيش مره تدلعي جوزك؟ اه يعني ايه؟ لا على فكره الموضوع مش هزار. اه ما فكرتيش تغيري من طريقتك شويه؟ مالها طريقتي؟ ده انا فل. لا فل سيفو ايدي وجعاني ومش عارفه فيها ايه. شوف حبيبي. مالك يا روح؟ مالك يا قلبي يا عيني؟ واوا بص الواوا حياتي انا اموت انا. سلام يا استاذه. يا سلام. بس بصراحه هيفاء متفوقه في الحته دي عنك. بتقولها احلى كتير. بصها لي يا حبيبي عشان تخاف. حياتي انا. يا سلام. بقول لك ايه يا سيفو؟ نعم يا قلبي. انا عايزه اتبسط النهارده. انت مش عايز تتبسط؟ اموت انا اتبسط. اتبسط طبعا. بس وماله؟ شفتي؟ شفتي الستات؟ مش انا هي. شفتي الستات الكمل؟ شفتي جمال يا ماما؟ الراجل كده محتاج واحده تتدلع تتسهوك تتشقلب. هتلاقيه فك في ايدك على طول بقى ملبن. امال امال انتي ايه يا روحي؟
فليكسبل. طبعا وانت يا عم الفليكسبل بقى. انا عايزه افهمك حاجه مهمه. انا دي طريقتي ومش هغيرها ومصره. عارفه ليه؟ لاني اتربيت على كده ومعرفش اعمل غير كده. انت بقى اتغيرتي ولا خطيبك هو اللي اتغير عشان خاطر حضرتك؟ طبعا هو اتغير عشان خاطرك. عارفه ليه؟ لانك اتربيتي على انك تكوني نمبر 1 وما تعرفيش تبقي نمبر 2. This is it. You have to face it honey. انت كويسه؟ انا تمام. وانا تمام. دودو مين قال لك ان جان صح؟ نعم. بعدين جان مخطوبه وانت متجوزه. يا سلام. يعني ايه؟ يعني ما تكرهيش جوزك في عيشته لو سمحتي. يا بنتي انا بعمل له ايه علشان اكرهه في عيشته؟ طيب انا عايزه اقول لك حاجه. بصي حياتي احنا اصحاب ممكن نستحمل بعض، لكن الراجل مش هيستحمل طريقتك دي. يعني ممكن بجد حقيقي يطفش ليترلي. ليه يا جماعه؟ مالها طريقتي؟ ده انا نسمه. نسمه جدا. بلاش اتكلم بقى. ليه يا حبيبتي؟ اتكلمي براحتك مفيش مشاكل. هديل. نعم. لما شتمتيني ونزلتي تاني انتي يا هبله، انتي اللي شتمتي روحك. بس انا قلت اوكي. بس اني واي انا اسفه. اوكي لما انا ثانيه واحده. اوكي عايزين الحوار شويه انتي. شويه انتي. معلش احنا مش هندخلش. انا بس عايزه اقول لها حاجه مهمه. اتفضلي يا استاذ. لما انا شتمت نفسي. ايوه. وانتي رجعتي شتمتيني نفس الشتيمه. لا انا ابتسمت. اوكي ابتسمتي وافقتي على الشتيمه. يا هديل ونزلتي. حتى لو ما كنتيش اعتذرتي انا كنت هسامحك عشان احنا اصحاب. يا عيني. اه والله انا قلبي كبير وبحبك صاحبتي. جوزك لا مش هيسامحك ابدا عشان انت ست غلطه. انا غلطه؟ لا 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 انا غلطه. ما تقصدش ما تقصدش. لا انا ده انت فله. غلطت ايه؟ لا انا اقصد يا دي النيله. ايوه انت غلطه يا دي. بصي انت صاحبتي بجد وبحبك. عايزه انصحك نصيحه. انت اللي بايدك انك تخلي جوزك ده خاتم في صباعك، وانت اللي بايدك برضو ان انت تطفشيه وتكرهيه في عيشته زي ما بتعملي كده بالظبط يا هزيل. او ممكن اقلعه وارميه خالص. خالص. اه مثلا. مثلا. وبعدين عصبتوني وانا بتضايق. اما اتعصب بالليل بتخنق، فمضطر امشي واسيبكم. ده انتوا نيله، انتوا التلاته نيله. ليه كده؟ اهو كده. اسكتي. خلاص مع السلامه. يا ساتر. خدي بالك من نفسك. اخرس يا بنت. على فكره دي مجنونه رسمي. مش هتتغير. لا عادي يا جماعه، انتوا مستغربين ليه؟ هديل هديل طول عمرها هتفضل هديل. بصراحه انا لو مكان جوزها هبص جدا بره. طبعا جداً. طبعا ده مش يبص بره، ده يبص بره وبره وبره بره اللي بره. ايه بره اللي بره؟ معرفش هي مين بره اكتر من بره. ركزتني. اكتر حاجه بره. اكتر بره. بص كوكب تاني يا ست. مش طبيعيه، مجنونه. ما تيجي نكلمها. يعني اتسلى عليها شويه. تشتم فينا. انا بتهزق كتير قوي. الو. اي يا حياتي، انا بره الجامع مستنياك يا روحي. يا ريت بقى تجيلي انت والمعتكفات اللي معاك بالمره. انت مجنونه. طبعا مش هيطلع لي من هنا. معلش يا شيخ، بس هطلع بره ومراتي هديها حاجه وهرجع على طول. اتفضل. استاذن. صدقتي ولا لسه شك؟ بص يا هديل، انا بعمل كده عشان عايز اتغير. انا حاسس ان انا بعدت عن ربنا كتير. ادعي لي اني اتغير. انت كمان لازم تتغيري. بص انا فكرت، لقيت ان الحل الوحيد لحياتنا وبيتنا ان ما تخربش ان احنا نقرب من ربنا. ساعديني وبطلي تشك فيا. انا هاجي بكره. طيب معاك حاجه يعني تغير هدومك وتتحمى عشان تعتكف؟ انا الحقيقه ما كنتش عامل حساب ان انا هبات. وبعدين الناس اللي جوه معايا في الجامعه ادوني فرشه انام عليها. بس فرشه؟
ما عملش حسابي ما جبتش هدوم. طب انا هروح اجيب لك هدوم بسرعه. مفيش داعي ما تتعبيش نفسك. يعني ايه ما تعبش نفسي؟ هجيب لك هدوم بسرعه. طيب خدي بالك من نفسك. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. نزوم اعتكاف بقى وكده. يا رب يا رب يا رب سبحانك يا رب يا رب يا غفور توسل إليك يا رب ما تسيبنيش أتوسل إليك يا رب.